الحبايب. لم يكن يعلم سلطان الطرب أن أغنية أصعب فراق ستحاكي فراقه الأخير لنجله البكر، هو الذي ذرف هذه الدموع حقيقة لا تمثيلاً أثناء تصوير الأغنية التي وبحسب مقربين تحاكي قصة سفر ابنه وديع للعمل في الدول العربية. ولكن كما قال جورج جونيور، ها هو اليوم مودي يسافر بعيداً جداً. محمولاً على الأكتاف مغطى بالأرز وعلى وقع أغاني إبداعات أبو وديع، وصل جثمان وديع جورج والصوف إلى كنيسة مار نيكولاوس الأشرفية. ابن 39 عاماً الذي فارق الحياة يوم الجمعة الماضي، وداعه أحيا دمعة والديه تذوقا أشد الكؤوس مرارة موت الضنا، شاليمار وجورج أمام جثمان ابنهما. أما جورج جونيور فحكى أخاه من على المذبح: وديع حبيب بي وأمي. ما كنت متوقع يجي عنار أنا وأحكي بعزك، فليت بكير يا خيي، كسرتنا وكسرت قلب بيك وكسرت قلوبنا كلنا. كلام جورج جونيور بوصف وديع كان مشابها لكل من تعرف إليه. أنا مسافر يا بي، أنا مسافر يا أحبابي، وادعوني إذا بهجري جرحتكم، سامحوني وما تكون دمعاتكم سخية، لا تبكوا بتجرحوني، بعود وصيكم وصية، قبل النوم تبقوا من عشية، صلوا المسبحة وفيها اذكروني. أما الأحبة والأصدقاء فلم يتركوا العائلة وحيدة، وها هي محاطة بلمة الأحباء. قد ما أحكي لك عنه ما بكون عم كفيه، وقد ما أقول لك عنه ما بكون بعدني عم بعطيك قديش وديع إنسان طيب. رحيل وديع فاجعة لأبو كبيرة، رحيل الضنا كتير غالي. وديع كان بي وأمه، كان حايته لبيه بكل شيء، كان حده. إذن لبنان ودع وديع، وباللون الأبيض غادر عريس عائلة والصوف لبنان إلى مثواه الأخير كفرون السورية، لتبقى الكلمة الوحيدة التي قد تخفف من مصاب العائلة بعد كل موت قيامة.